السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا عايزين نعدل في خصائص الطريق دوت، هنشوف نعمل الموضوع ده ازاي. طيب أول حاجة هعملها إن أنا هاجي من هنا وأقول له أنا عايز الستايل بالك تفتح لي بالشكل دوت. أنا لو أنا عايز أعدل في خصائص البريدج، في خصائص الفيسات، خصائص الماتريال، خلينا نختار الروت. طبعا الوتر نفس الكلام، تيجي على أي واحدة فيهم وتختارها وتدوس مرتين. طيب ده الطريق، ده التايب بتاعه إيه؟ أه ستريت سايد وول، يبقى هو دوت. هاجي من هنا، هل هو رود ولا بريدج ولا تانل؟ الماتيريال جروب تقدر تختار اللي انت عايزه، التقاطع، الاوت ماتيريال اللي انت عايزها. طيب خلينا نختار مثلا من هنا، ده الطبقات، يعني الطبقة الأولى الثانية الثالثة، ده الرود واي، ده الكيرب البريك واي وهكذا. طيب هقول له ديكوريشن، أبدأ أضيف مثلا إنارة. اهيت مثلا اوكي، واقول له اعمل لي ازاحه 3 متر مثلا. ده الهاي اوفست الموديل، تقدر تختار الموديل اللي انت عايزها، السبيس بين واحده واحده قد ايه، السبيسنج اوفست وهكذا. طيب اقول له كلوز، بقت موجوده بالشكل دوت. اقول له اوكي. الكلام ده يطبق على كل الطرق الموجوده في المشروع اللي هي واخدة التايب اللي هو الستريت سايد وول. الشكل دوت تقدر طبعا تعمل لها دبل جيت، تعدل فيها زي ما انت عايز، تقدر تضيف ستايل جديد، تقدر تحدد وتقدر تضيف طبقة أخرى من مثلا البريك مثلا او اي نوع تاني انت عايزه، كيرب مثلا بالشكل دوت، تديله اي اسم وتحدد المسافه قد ايه وهكذا بالشكل دوت لحد ما تعمل نوع اخر من انواع الطرق.